المهرجان كمان حرص على تقديم مفاجأة جديدة لمحبي الموسيقى الخليجية، حيث حرصت طبعا إدارة المهرجان على أو عن إقامة طبعا حفل غنائي ضخم بيجمع ما بين نجوم الخليج العربي زي ما اتكلمنا، وهم الفنان فؤاد عبد الواحد والفنانة أصيل هميم والفنان موسى، وطبعا زي ما اتكلمنا انه تحت قيادة طبعا المايسترو أحمد طه. خليني أقول أن موقع تذكرتي أوضح أن الحفل هيقام على مسرح ميوزيكال شو بالنورث سكوير مول في مدينة العالمين الجديدة. ودلوقتي هنعرف بقى أكتر من النجم نفسه، النجم الخليجي طبعا فؤاد عبد الواحد. يا مساء الفل عليك. يا مساء النور والورد، واهلا وسهلا فيكم، وسعيد اني اليوم معاكم في هالمقابله، وسعيد ان نكون متواجدين في مهرجان العالمين، هالمهرجان اللي يستقطب السياحه الفنيه، وهذه اتوقع وهذه اول مره اني اشارك فيها، واضافه وسعيد اني اكون متواجد معاكم. احنا مبسوطين ان انت معانا، مبسوطين ان هيبقى في تواجد للاغنيه الخليجيه في مصر. احكي لنا عن تحضيراتكم اكتر للحفله، عامله ازاي؟ والله مسؤولية كبيرة، وسعيد اني متواجد في هالمهرجان المهم جدا بالنسبة لي انا. حريص انه يكون المستوى الموسيقي يليق في هالجمهور المصري والعربي والخليجي تحديدا المتواجد في هالمكان السياحي العالمي والعجيب واللي نحبه، وان شاء الله نكون قد الثقة وتكون الحفلة مثل ما الناس متوقعين ان شاء الله. يعني انا مش قادرة انت تكون معانا وما اسألكش تغني لي حاجة صغيرة كده، يعني حاجة صغيرة جدا، لازم تسمعنا حاجة. في أغاني كثيرة، في من الأغاني اللي من ألبوم الأخير اللي نزلت هي نقي اللي أنت عايزه. لا حقولكم عادي. تيرارارا وكل حب قلتها لك لحشا ما هي تسلي وما تسلى بك، وقلبي زاد في حبك مقارة، وكيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة اللي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة. الله الله عليك. يعني الله كان نفسي أسمع أكتر، بس خلاص كده حلو. هنسمع الباقي في الحفلة يوم إن شاء الله. يعني يوم الحفلة هنسمع كلنا أكتر إن شاء الله. صوتك حلو جدا، الله يسلم خاطر. يعني احساسك ايه والاغنيه الخليجيه متواجده في مصر في فعاليات العالمين؟ يعني خليني اقول الفتره الاخيره الاغنيه الخليجيه نجحت نجاح كبير قوي، هي يعني طبعا في عمالقه للاغنيه الخليجيه، لكن ابتدينا نشوف الشباب كمان بيقدموا نوع جديد من الموسيقى، موسيقى عصريه قدرت ان هي تلاقي استحسان كبير قوي من الجمهور. سبب ده ايه في رايك؟ الموسيقى دائما متشابهه، مشاعره متشابهه، بس الشيء اللي حاولنا نسويه ان نحاول نقرب الفكر الموسيقي، ولا بالنهايه احنا كلنا متشابهين. الاغنيه المصريه، انا من الناس اللي تربيت على الاغنيه المصريه وعلى الكلام الحلو المصري واللحن العظيم واللي يعطي مساحات لاي فنان يعني عند القدره في الغنائيه. ف السبب كان بسيط، ان الكلام حاولت ان نبسطه اكثر، والموسيقى تكون تشابهنا يعني وتشابه جيلنا هذا اللي يسمعونا. والاغنيه كانت منتشره من اول، ومن تالي صار لها اهتمام بشكل اكثر، وصار التفات لها بشكل اكبر، وهذا الشيء يسعدنا ومسؤوليه اكبر، وان شاء الله نكون قد هالمسؤوليه ونكون عند حسن الظن ان شاء الله. ان شاء الله. يعني قول لي كده، حاسس ان الجمهور الخليجي اللي هيحضر لكم أكيد هيبقى عايز يسمع كمان أغاني لعمالقة الفن الخليجي، ممكن تقدموا لنا حاجة ليهم ولا حابين إن أنتوا تقدموا أغانيكم أنتوا؟ أكيد يعني الواحد يعتبر نفسه امتداد للفن الأصيل وللفنانين الكبار، أكيد إن إحنا لازم يعني واحد يعتبر نفسه إنه يكون لازم مكمل لهالمسيرة العظيمة اللي الناس احترمتها وقدرتها، وهذا الفن يعطي قيمة للفنان يعني، فإن شاء الله. مين مثلك الأعلى في الغنى؟ في مدارس كثيره وكبيره يعني على 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 قائمه وراس هذه المدارس الراحل الكبير ابو بكر سالم الله يرحمه، الله يرحمه، ومحمد عبد القامه الكبيره طبعا، واللي احنا عايشين في هذا الزمن الجميل اللي يغني فيه. ولو قلنا بالاغنيه المصريه؟ لا كثير في مصر، انت حتحيرين يعني. انا 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 اصلا متربي يعني حرفيا انا متربي موسيقيا على اغاني مصر واشياء كثيره يعني في مصر، ففي كثير. عبد الحليم من القديم، من الجداد مثلا؟ طب بلاش، بتسمع مين من الجديد؟ خليني اقول
ما في اشوفي انا مرات اعتبر نفسي مستمع اكثر من مغني، فما يعني ما اتوقع في اغنيه مصريه او خليجيه تنزل انا ما اسمعها وما تمر علي. بس يمكن اخر اغنيه ضربت وسوت جو هي تامر عاشور، هيجي لي موضوع تسمعها لنا؟ يعني مش حافظ تيرارا تيريري خلينا اقولها هيجي لي موضوع دموع في عينه تعبان حدين اسبوع تاني لندات ندمان هيجي لي ويقول ما ناسي الكلام بس انا نفسي اساعدك بالكلام انا حافظاه بس هيبقى الصوت وحش قوي فخلاص خلينا كده حلوين مش مشكلة. الله يسعدك انت فنان كبير وصوتك حلو جدا واحنا متحمسين نحضر لك حفلتك ان شاء الله. انت طبعا والفنانه اصيل هميم وموسى في العالمين الجديده ومبسوطين ان احنا اخيرا هيبقى في بقى التعاون الحلو ده يعني يعني اتنين كده خليني اقول عمالقه في الكلمات والالحان والنجاح الاغنيه المصريه والاغنيه الخليجيه هيجتمعوا مع بعض ما فيش احلى من كده ان شاء الله ان شاء الله. احنا يعني كبرت الموضوع شوي بس ان شاء الله لا بجد ان شاء الله قدها يعني قدها وقدود ان شاء الله ان شاء كل الله. الشكر ليك الفنان فؤاد عبد الواحد ويعني بالتوفيق.